انا من الناس كان كبر بالناس مبغول يكبر بي الصراحه. الله مو صيبه وكان بصحه يلا وصافي تقريبا الله ما في خلف البيت انسانه او انا ما تقولوش لي اللي عزيز عليك. لا 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 معكم دابا نتاع دوار يا ماشي خاطر اللي ما غادي نتبرع فيك مع شوفوا لي كولور غايرين. الله 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 انت درتيها بالعاني والله تدرت غدا نبارطاجي معكم لي كادو اللي جاوني. فاذا مرحبا بك. الله يبارك فيك. مالك مالك عاود ما عرفتكش واش تزوجتي انت عندك عيد ميلاد جاوك بزاف لي كادو ما شاء الله. جاوني كادو واش هكا الله وهو السميع العليم. عندي الناس الحباب كيحبوني ملي كيكرهوني ما فاهمين. الله يخليهم لي يا ربي والله يكبر بهم والله يجيب لنا شي واحد الخير باش تاع نكبر بهم ان شاء الله. قولي شنو واش نقول لك انا؟ نسمع اخبار الخير. اشنو قولي؟ ما نقولكش ما قولي قولي. عرفتو انا دابا حيره منين غادي نبدا، ولكن بحكم انه معايا هاد المصيبه. شوفي نديرو بلان. انا معاك في الفيديو. ايوا تخيلوا معايا الحباب ديالي باش نقول لكم نجيكم الصراحه دابا انتوما تسمعوا اخبار الخير. هادي 4 الصباح يعني جايين فينا المود ديال الناس بعد خيفات والله. النهار اللي كنتو كتفرجوا فيه في الفيديو راه هو النهار اللي دابا نشوفوا حنايا هذا. ما بغيناش نطولوا لكم في الفيديو، بغينا الفيديو ديال لانيفرسير ديال سكينة كي تفرجتوا فيه. كاين بروفيسيونيل جاب تبارك الله الكاميرا مان واللي بالدروم بكل شيء، داكشي خاطر صراحه الله. وبغيناكم تفرجوا وتمتعوا في الاجواء اللي كنا فيها صراحه الله. وبداك الستيل اللي كنتي درتي قبل ما غادي نجدوا لي كادو صراحه الله فكرتيني يا سكينه ملي كنت صغيره في اللباس اللي كان صغار في المصاصات في المسيكات اللي كنا الصراحه كنتخاطفوا عليهم مع ولاد عمومي خوالي وهذا. وكان وسيرتو هذيك هذيك فانيد المكانه هذيك انا ما عرفتش كيفاش جبتيها وبرافو عليك. حييتينا لدرجه حتى هذاك اللي كان تيغني قال لي والله كان بغي يشكر سكينه لانه حياتنا ذاك الماضي صراحه اللي ما بقاش اللي ما بقاش صراحه الله. دابا شنو بقى ولاو الدراري صغار شد التليفونات ما كاينش تجمع في الدار عائله قداش نايا كتشوفوا التليفونات شادين وما كتبقى لا تجمع لا والو صراحه الله. وكانت كل حاجه بحلاوتها ماشي بحال دابا. دابا تبارك الله كل شيء موجود ولكن ما كتبقاش هذيك ما كتبقاش الحلاوه شحال هذيك اللي قلنا ولا ديال لاستيك فينا هي هذيك البي فينا هو العماله غميضه طاشه دقان ديور كيجيب لي دقان والله فينا وهذيك الاجواء صراحه ما كرهناش. انا براسي اللي كنقول راه سي فري كان شد التليفون بزاف وما ولكن ملي كنحيي داك ملي كنحيي داك الماضي كانت فيها واحد اللمه زوينه ديال بصح كتفكري الناس الحباب والناس اللي كبرتي معاهم وديديكاس الناس اللي كبرنا معاهم تربينا معاهم والناس اللي باقيين معانا الله يحفظكم لينا كاملين. ايوا دابا المهم لويلتك ناس غزاله الله يحفظ متي نواره الله يحفظ مرضي الوالدين عمرو يخاف حتى فائزه عمرو يخيب ديروها في كتافكم صراحه فائزه خطير. على خشا شكون يبدا اول كار؟ شنو بالك نبدا بديالك ولا نخليه هو الاخر؟ وعلاش صممتي على ديالي؟ واش انتي معايا في الفيديو اش بالك؟ لا فيش نبداو به هو الاول ولا نخليه هو الوسطاني ولا هو الاخر؟ هو بلاتي يعني زربتي عليا حيت دابا ديالي سبيسيال. وانا صراحه شوفوا باقا ما شفت حتى شي حاجه غنشوف معاكم. قلت لا لا بلاتي ماشي ديالي دابا لا حشمه حشمه وقال لي انا حشمت ماشي دابا. شوفوا انا شوف كادوات انا درت اكسبري يعني النهار ديال لي كادو باش
نحلهم قدامكم، نحلهم ونشوفوهم. شوفي باش نقول لك الكادو ديالي انا سبيسيال. اشنو ماريش نقول لك تشوفي؟ لا 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 ما تشوفيش، لا والله ما تشوف على سبيسيال، لانه خديت من عندك واحد الحاجه اللي كملتها فيه. شنو؟ ما نقولهاش لك طبعا. لا تقول نشوف زعما انا بغيت نشوف لي كادو ديال الناس واش خداو نفس الافكار ديالي ولا لا. نديرو بالحماس نحسبو حتى 10 نبقاو هكا باش زعما يلا سير. ولكن عندي سؤال لي. واش سكينه كل كادو هنايا عارفه مولاه شكون؟ الصراحه ماشي والله ما عارفه كلشي شكون، هذا هو المشكل. اللي قلنا اللي قلنا سميتو، سمعوني الناس اللي كانوا الحباب، اللي قلنا سميتو صحيحه يقول يتم. اللي ما قلناهاش انا عندكم نيميرو ديالنا قولوا لنا لا راه غلطتوا، راه هذاك هو الكادو ديالي، حيت انا براسي هضرني راسي. شوفوا انا مرفوع عليا القلم، علاش؟ حيت كتعرفوا اي واحد عنده المناسبه كيكون مرفوع، يعني المهم ترفعتي العيد. نحاول ترفعتي في العيد مرفوع تي لا تجي واش يشد ليا تبلوكي. ايوا المهم نبداو طولنا عليك. حسبت 10 والكادو اللي جات فيه 10 غادي نشوف. يعني بديتي بي انا لو كنت فائل بيك ربي يخليك سكينه. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 درتها بالعاني والله، درتها بالعاني حتى عرفت هذا ديال سفيان. حيدي ما تغانيش، حيدي بدي هاكا هاكا ندير لك حاجه. نغمض لك عينك وهزي وانا عارف داك الشيء مستفاد. يلا غمضي. انا نرت انا نحول كل شيء. وصافي تقريبا. يلا هزي واحد. هذا عرف مولاي شكون ديمن؟ هذا ديال ايمان. شو بنيته؟ ايمان مغايب. ايمان مغايب تحية ايمان. الله يحفظها. نشوف فن. جبت لي مونطو سفيان مليار في المية كان معاه هذا بحد نفس سفيان. وبنتي تاتي كيعجبك هذا اللون. كنت نقني هاد لاكولا. ايمان ميرسي بوكو. ايمان انا شفت لي انا ما شفتش وانا هي انت عرفتي علاش؟ حيت انا دابا انا ليش محيده ما عيد انا هي علاش؟ باش نبدا تخاطف معاك في الحوايج. بين قوسين ويت كنلقى صعوبه معاها، وليت كن عرفتوا الخواتات كيكونوا في الدار لا ما تلبسيش لي حوايجي، وليت انا وياها وعجبني ولا بعجبني ما لبسوش جداد. لا خوتي نص ديال المريو ديالي عندها في الدار باش نقول لكم. لا داكشي اللي شريت دابا ضعيف، ولا حتى هي كتزاحم معايا في الدريسين. وانت تدير لها حوايج لا. ان شاء الله يجيني مع واحد السروال عندي في البيت. لا انا واحد لاغوب انا خديتها بزيتي شيني خطير سبحان الله. ايمان ميرسي بوكو، الله يكبر بيك ونرجع لك ان شاء الله بصحة الخير. الله يكبر. يلا انا غنبدا لي عيدا. لا صافي شوفي بلا ما هذا نهزو. حسبي لا لا حسبي بلاش. ها شوفي ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يلا تفوك تفوك شديت هذا. يعني شوفوا لو فيت انهم الناس جاوا وكبروا بي وجاوا عندي، هذاك هو اكبر كادو. يعني ما كننتظرش منهم انهم يجيبوا لي كادو، والله العلي العظيم هذيك هي الفرحه الكبيره. باش نقول لكم وما كرهتش، خلينا نكمل هضرتي. ما كرهتش زعما تكونوا كاملين معايا وتشاركوا معايا الفرحه ديالي. كنحماق عليكم باش نقول لكم علاش عندي سسبنس نشوف الكادو ديال صوفيا، لانه انا كيقول لي ما قلتيش لي كادو اللي جبتي سكينه، وانا كنقول له ما قلتيش كادو. داكشي علاش باش ما تفهميش غلط. انايا عندي فضول نعرف الكادو ديال سفيان، حيت كان مخبي عليا ومشى بوحدو واش فهمتوا؟ داكشي علاش. وانا كذا ستوري وكيقول الناس قولوا لي كادو غادي نجيب. وداكشي قال لي انا اختاريت الكادو ديال سكينه من اختيار ديال الناس. لقيت بزاف ديال الناس كتبوا لي واحد الحاجه اللي هي ما عرفتش شنو هي، خصني نشوف هذا الكادو. دابا هذا انا عرفت هذا الكادو من باقي لحد الان خدام. هذا كنبغي نقدم لهم تحيه كبيره خالتي مليكه وحنان، هما بحال انا ما عرفاش ديال الكادو ديال خالتي مليكه وما عرفاش ديال حنان، ولكن شكرا لكم بزاف. واميره شكرا لكم كاملين.
شكرا لكم، الله يكبر بكم ونرجع لكم ساعه الخير ان شاء الله. يا ربي امين. واحد واحد بلات جوج ثلاث اوه سكر واو واحد ديري واحد اللي عزيز عليكم صافي جا واو شوفوا لي كولور غايرين الله 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 انت غير وجد لي دريفين امتى فن مزال خطيرني عطيو تقربي لي هذا الشيء ديالي عطوني خوتي مسموم السم فيها والله حشي ماشي ديالي انا اش كتقول بحال هكا والله يسا انت قربي الكاميرا اش نقول لك شفت هادشي ب ب بليكا قلبي نو الله يكبر بكم حنان وخالتي مالك الله يكبر بكم شكرا نرجع لكم ساعه الخير ان شاء الله هادشي دوري شي ايوا بيجي يلا انا نخت انا كان اش من كولور الغوز حبيبه الغوز الغوز خالتي مليكة حنان الله يكبر فيك اختي العزيزة الله يحفظك ويجزيك خويا وعاوتاني نقول لك نديرو شي كريسة زوينة ان شاء الله ان شاء الله الله يكبر بكم امين عندك تسرقي لي شغلي شنو سرق لك شغلك ايوا فين هادي الله يحفظكم ليا شوف شكرا لاي واحد تذكرتو وشكرا لاي واحد قال كلمه طيبه في الانستغرام وما قدرش يجي لعندنا كل الحب والاحترام لاي واحد اللي فريمون ملي كانت بيته معايا نهار عيد ميلاد نهار عيد ميلاد ديالها شفت لي ميساج ديالها يعني كنت رت محبه الناس اللي كيبغيوها قالوا لها جوي زونيفرسير مع 0000 وبقاو واحد جوج حتى الوحده الليل عاد سكينه دات عينها وما قدرتش تكمل اكثر من 24 ساعه ما قدرتش تكمل باقا 3 جوغ ولا 4 جوغ وباقي الناس تبارك الله كيفاش لي ميساج والله كنبغي نقول لهم شكرا وسمحوا لي الناس اللي ما قدرتش نجاوبهم ريحي انا غادي نحسبها يلا بغيت نقول شكرا للناس اللي ما قدرتش نجاوبهم والله حيت عندي الضغط كبير في الانستغرام من هنا كنقول لكم شكرا لكم كاملين يلا اختار انا اختاري لكم خمسه يلا. واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه يا سفيان شحال بحثيني على هذا الكادو غنشوفو شحال بحال على بحال عرفت شنو بحال زوي ولاد ما تقولش لي تبرع سكر لا والله توفى صافا الله اختي جاوب السكن بزاف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله واو خطير عندك تقيزيليات سفيان الكلمه كانت فيها جوج كلمات صافي كراي تقول لي جوج كلمات خليت انا هي من الصاره صافي كلش العذاب بزاف شكرا سفيان الله يكبر بك شوف غير بالنوا حيت كيعجبني ايوا شكرا دابا سفيان باقى ليه يومين وغيدير لانيفرس ياك غيدير لانيفرس سهلة ردي لي ساكو شكرا لكم كاملين والله عذبتوا راسكم و خديتو من وقتكم والله غادي تخاجب والله كون مجبتوش لها لي كادو حكم راه بكات لي انا هنايا شنو انا نقول لكم التكبيرة راه اي واحد بلاش نقولهم راه اي واحد كيبغي التكبيرة ما تقولوش هي ديك الصوابات اي واحد كيبغي التكبيرة ولو بكلمة طيبة لا ولو بكلمة طيبة انا شفت لهم كنبغي نشكر الناس اللي قالوا حتى جويوز انيفرسير هذاك راه تكبير ولكن الواحد كيبغي التكبيرة انا من الناس كنكبر بالناس نبغيو اللي يكبر بيا صراحة الله يلا اختاري رقم انا غدا هذا بعد نحسب بالنيت لا انا قولي لي رقم وانا غدا نحسب باش غدا نحلو سبعة سبعة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة شوف هاد انا هادو عاقل عليهم عمي وخالتي عمي طاهري وخالتي جميلة او هادشي فيه لي بابي كادو انا ما عقلتش شكون خالتي وشكون عمي بحال بحالهم شوف ساكن بجوج وهم بحال بحال كنبغي نشكركم بزاف وغادي نحل معكم دابا الكادو اوكي هي اول كادو بابا وماما مساكن داروا لسكينه واحد لانيفرسير على قد الحال في النهار ديالها و راه بنت داروا لي داروا لي مفاجاه نهار عيد ميلادي الله
مع 0000 كنت كانوا عارضين عليا الكسكسو غيكونوا شافوا ستوري ديالك بلاتي غيكونوا شافوا ستوري ديالك قلتي قالت خالتي وعمي قالوا مرحبا بك مرحبا كاينه ضروري تجي تاكل في هذاك النهار اذا كان عندها واحد غيني كان عندي واحد غيني مهم بزاف ما كانتش في الدار ما كانتش في الدار المهم مشيت انا حاجه غادي تشوف بلاتي باش نحمصهم مشيت غير بيجامتي وصافي قالت عادي كنت كنهضروا انا وسفيان حتى خالتي كتقول لها ما الضو كيطفى انا ما عجب والو لا هما يدخلوا لي بالكاطو عرفتي تشوكيت ايوا فاذا ديك الساعه كتصيفط لي ميساج مع 0000 ايوا المهم انا لا حيد زعما ما نساليهاش لك ترى او ميرسي بوكو خالتي عمي الله يكبر بكم جابوا لي بارفان وما قالوا الله يكبر بكم ماما بابا ما يخليكم لي كنموت عليكم كنحماق عليكم من كل اعماق زلت لسان دابا هذا ما سمعتيش لي هذه زلت لسان الله يخليكم لي شكرا بزاف نحط هادو معاه الصراحه بغيتي شي رقم انا عندي سسبنس دابا نشوف هذا حيت هذا بين طابلو فيه شي تصويره ديالك شنو هي التصويره اللي غتكون تما في الطابلو عرفتي الطابلو انا شفتو هذا ديال ساره طاهور صراحة عزيزة عليا بزاف صارت عليا الطابلو انا صراحة انا متحمسة علاش حيت انا يعني دايرة في بالي باغا ندير شي طابلو ديالي واول مرة غيجيني زعما كادو على شكل المهم باين الطابلو باين الطابلو ولكن انا نقول حاجة انا نبغي هذا هو الاخر هو الاخر نورمال يا خليه معايا حيت انا والله ما عارفة اش من تصويرة واش من بلاتي انا نقول رقم ربي ما يجبدي لا صافي كدينا بقاو صافي صافي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كمان بلاتي كمان بلاتي يا هادو كريمه وغزلان كريمه وغزلان انت محليت انتو كيتشفطوا كريمه وغزلان الناس الله يعمرها دار عزاز وغاليين وكنبغي نشكر حتى وفاء الناس دار السعدي لانه فريمون الناس اللي كيضرب عليك الطريق وكيجي ويشوف ويجلس معانا وهذا فريمون كنبغي نشكرو بزاف وهذيك الانسانه تتزيد تكبر في عيني عزيزه وغاليه اما كريمه وغزلان خواتاتي اللي تربينا في حومه وحده وعزيزه وغاليه الله يحفظهم الله يحفظهم يا ربي شوفوا كريمه غزلان والله ما عقلت فين ديال كريمه فين ديال هما بجوجهم واحد بحكم انكم بحالي بحال حتى انا فائزه الا جبنا هكا غتقولوا فائزه سكين ما عرفناش يلا انت حلي لنا واحد ماشي خاطر الله باك ديال يا الله احسن احسن هديه كادو احسن هديه كنظن كريمه غير هذه ان شاء الله ديرها بويرتك ان شاء الله عرفتي احسن هديه عجبتي كريمه هذه والاخرى غزلان حيت غزلان انا عارفه الزلاله لا كولا غوز وكريمه تزوجات الله يكمل عليها بالخير الله يسعد عمرها يا ربي ويبعد عليها لا انا بصح انا عارفه غزلان الزلاله لا كولا غوز دونك المهم كريمه غزلان شكرا لكم بزاف عطيتو احسن هدايا كلهم واعرين واحسن هديه هي ديال القران الكريم شكرا لك بزاف ان شاء الله دارك ان شاء الله ان شاء الله يا داري دارك لا اختي داري ودارك داري ياك اختي ضحكتيني لا صافي خلينا نشوفو يلا اختاري انت راه كاين اختاري رقم 5 واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هذا الله هذا تحل شي حاجة لا داك الشيء خاطر هذا جات لي هيبة هيبة الحبيبة ختيتو ديالنا الصغيرة الدلوع الفني ونبكي كتكون عرفتو تفرقوا لي كادو وابغ زعما تفرقوا لي كادو وكاينين الناس ورا الكاميرا حشمانين وعادي وهي بختي بقات حمارة وعاد جات عطاتني كادو كادو واعر مصيبة مصيبة وكان بشعر هادي تفلتت لي الله دابا هذا غنلبسو على راحتي الله حيدي
حيد حيد. اشوف هاد لي بوتين واعرين هيبه. ميرسي بوكو ما شاف تزكاي ريحي. هادشي ما عجبش قدك جربو مالك انت لا لا فايزه غير يدخلوا لك اصبعك. شوفوا يا خوتي يا خوتي يا خوتي زعما الحمد لله ما ديري 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 اوبيراسيون ديال المعده خصي على قبل باش نلبس لك صباط. واعرين عطيو لي بوتين مخمقيني واعرين. ميرسي بوكو هيبه حلوه الله يكبرك يربحي. عجبني الكادو ديال هيبه كلهم لي كادو لحد دابا كلشي. لا والله كلشي انا كنقول كلشي زوين الله يعطيك. وداكشي اللي باغا اعرف الله يرحمك انا كنعرف ذوقي والله العظيم. بلاتي باش يبانو لي كادو. هذا خاوي. علاش خاوي؟ حيت كان فيه كادو. اه فين ما حطيتوش. اش قلتي؟ بلاتي خمسة حسبت خمسة حي ولا حسبنا قبيلة. ريحي انت غتقولي رقم انا الله تفيا الناس بيمين الله بيمين الله. شحال باقي؟ واحد جوج ثلاثة بلاتي حنا نديرو لهم هكا هكا هكا. شحال من واحد؟ هذا هذا تاهو خاوي. يا علاش خاوة؟ حيت كان فيك كادو تاهو صافي. هذا نحيدوهم. هذا قلتي ايمتى غنديرو ديالك؟ قبل هو قبل هذيك قبل انا الطابلو هو الاخر صراحه لانه فريمون عندي سيسباس اشمن فوتو اللي دارت في هذاك الطابلو اللي فريمون طابلو غادي يكون في دارك اكيد وغادي تبقاي تشوفيه ديما ان شاء الله. قلنا نبدا واحد. لا انا غادي نقول لك راه فهمتي انت شفتي دابا بدينا من الاول. يلا سير. لا يلا خلقيني خلقيني خلقي اختاري اختاري 13 17 20 يا وي لا بقات لك شي حاجه كامل واحد 10 ريال. يلا قولي 1 2 3 4 5 6. انا اللي قلت لك باش انت تختاري 6. يلا انا اختار واحد 1 2 3 4 5 6. هذا هذا كادو ديال خالتي مينا. تعقلي نهار مشينا لسيدي بوزيد مشينا تبارك الله مسكينه. المهم لي ظروفين ما جاتش ما حضرتش معانا. ايوا انا كادو شفتو مينا راجعين. شفتو انا شفتو فاش مينا راجعين مسكينه الحلاوي مصوبه لي الحلاوي. شوف. كانت موجده انها غادا تجي. نقول واحد ديباس خالتك مينا. خالتي مينا اول حاجه كنحبك. ثاني حاجه الخالته دايره بحال شي بيبي صغور تشدت وبقيت وصلت تاكل. والقلب اللي عندها والخاوه اللي عندها في قلبها كتبغينا بحال بنات تشتاكي ما كرهاتش حياتها تعطيها لك. عرفتي والله انسانه الواحد كيجلس وكيميز وكيشوف كيبقى يتانسبيرا من داك الانسان اللي كيدير واحد الحاجه زوينه. يعني عطاتني بزاف الحاجات زوينين ملي مشيت جلست مع واحد الجلسه زوينه. مسكينة خالتي مينا جايين مصوبة ليا المحنشة داكشي بلدي داكشي واعر وزيدها بلي كادو. عرفتي حشوم قلت لها خالتي راه هادشي بزاف عليا. ايوا نطلب منكم زعما كنداعو معاها بالشفاء يا ربي. المهم انا نوريكم الكادو ديالها بلاتي بيجامة. مسكينة شارية ليا لي كادو كلشي و بهذا الكادو غير مسكينة عرفتي دارت ليها الكعب غزال دارت ليها المحنشة دارت ليها البيتزا. نوريكم في لي ستوري راه تشوفوا كلشي يعني فوالا. حتى انا درت واحد هو بالجبنة عامة حبابي الانستغرام ديالي غنكون ديجا منين تحط سكينة الفيديو غنحط لي ستوري فوالا وتا سكينة كذلك. اي والله في جامعة خالتي مينا واعرة بيجامة كادو اصلا درتي وعطيتي وكلفتي راسك الله يكبر بيك وعمي عالي تنتا الله يحفظك الله يشافيه ويعافيه يا ربي امين امين. يلا دابا وي بلا ما تحس بيا ودغيا شنو ودغيا انا نقول راه اربعة واحد جوج ثلاثة اربعة طحتش من هذاك اللي باغا تشوفي. لا هذا هذا من عند ماما من عند الحاجة ماما. خالتي الحبيبة واحد هادي اكيد تكون شي حاجة بسم الله. انا حيت شفتو دابا نقول لكم واحد القصه باش تعرفوا. دابا ماما هذا كادو خطير شوفوا وريو. دابا انا فاش كنت كن دابا انا فاش كنت كنخلص الدار ديالي كنت بعت البراسليات كانوا عندي ديال الذهب كنت بعتهم. ايوا صافي فاش كنت بعتهم ماما بعتهم بلا خبر ماما فهمتوا
قالت لي علاش تبيعيهم؟ مسكينه مشات صعيبه صعيبه ثلاثه ديال لي بغاصلي دابا عامين باش خداتهم. المهم اكثر من عامين ديجا كانوا ديالها عطاتهم ليا بثلاثه بيهم. ودابا مع لانيفيرسير ديالي قالت لي باش نكملهم ليك بثلاثه باتني الرابع اللي هو هذا. معطاها الخير خالتي الحبيبه الله يحفظك لي كتكبر بيا الله يكبر بيا. شوفها زينب شوف يوم صحتك فايده ما يغلاش عليك الله يعطيك الصحه. ولكن الكادو ديالي انا ماشي ذهب صافي شوفي تجبوك في عيد الميلاد انا سامحتك في كلشي تسامح وانت الكادو ما تعطيني انا في عيد الميلاد وسيري انت يا بلاتي نشوف فهمتوا كيفاش القصه ديال هاد البلاص. انا نقول لهم قالت لي غنكملهم لك باربعه. خالتي شوفوا اول حاجه باش نقولها القضيه ديال الذهب البنت مزيان تشري تجمع فيه فلوسها الا وبصح. انا براسي شوف ما يهمش البنت كيمشيو فلوس كيمشيو والله ما كتضيعو ما كتضيعوش بداك الذهب اللي كتشري. انا براسي منين بقات لي شي حويجات باش ما نديرش الدويره ديالي بالريبه وهذا نفعوني فوالا نفعوني هذوك الذهب اللي كان عندي وكنت تنخدم كنشري مره سلسله مره هذا. منين جيت نحسب منين بغيت نبيعهم لقيت وفرات لي واحد الحاجه اللي كنت نهز عليها الفلوس من البنكه وهذا الحمد لله نفعتني بزاف. بحال هكا البنات منين تكون عندكم شي حاجه زايده ولا شايطه ولا هذا شريوا سلسله شريوا خويتم طوينكات خبيو غير خبيو واحد النهار غادي ينفعكم الصراحه. نديرو واعر اصوري ماما شكرا خالتي الله يحفظك ليا الله يكبر بك. المهم حنا بلا هادشي ديما مسكينه كتكبر بينا وتعطينا والله حاجتها ماشي ديالها. خالتي عرفتي كتكون عندها شي حاجه ماما تسكينه وكتقول لها بالعاني عجبتني هذيك وبيجامه قلت لها عجبتني هذيك كتحيد وتلبس معروفه من خالتي بحال هكا الصراحه الله هاشتا ماشي تاع والحمد لله كتشوفونا بحال هكاك نتوما في السوشيال ميديا حناني ببعضياتنا منين داك الغصين من ديك الصغيره الحمد لله داكشي اللي كاين. يلا قولي لي دابا رقم ثلاثة وحسبتيهم ما حسبتش واحد واحد جوج ثلاثة هذا اذا عقلتي على كلشي. المهم لحد الساعة عاقلة هذا عاقلة لحد الان عاقلة فوالا. هذا جاني من عند واحد البنت صديقه ديالي سميتها مريم غنشوفو هذا الله يخليك عليها. قالت لي هذا خصيصا ليك سو كوموند جابته من فرنسا على قبل سسبانس هذا ماشي يلاه ديري ما تقولش لي يا بنتي صاك الرابع يكون ديالك تبرعت ماشي صاك ديالي عندي واحد اللعيبه بحالو كتلبس فايزه سكتينا واو 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 حمقني ساك زوين عجبني كاع السيكان الصراحه عجبوني بزاف كاع لي كادو لي جاو عجبوني بزاف والله يكبر بكم كل واحد كبر بسكينه بحال كبر بيا انا اللي كبر باختصار بحال كبر بيا انا اللي نقص بكلمه صغيره من خوتي اكيد ما كنحملوش وما كنبغيش حيت خوتي هما نور عويناتي. الله 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 على الكلام الحلو صافي راه ما تعمقتش السكينه دابا قلت النعاس بدات تخرج لي الهضره الزوينه. ايوا الا كانت قلت النعاس كتخرج لك هضره زوينه غير بقاي بلا نعاس. ايوا خليك انا اللي تنتي كنظن فيك النعاس انت بديتي تخرج وليت فويسيه ما فويسيه زعما فيهم الهضره والله قولا وفعلا الحمد لله فيهم حلاوه اللسان. لا لا الحمد لله قولا وفعلا واسع. مريم شكرا لك بزاف الله يكبر بك لي خدتك عليا الله يحفظك ليا نيت باغا ساكسفون لا هذا شوفو غتلقاوني لابسه واحد البيس خطير ماشي فايزة فايزة يلا سكري عقلك اصاحبي يلا نقول شي راحو خمسة واحد جوج ثلاثة أربعة لا ديالي أنا أصلا كومانديته هو والله صغير قلت يلا نقول 11 ويلي سكينة الناس غيتفرجوا في فيلم في نتفليكس يلا واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11
هذا كادو جبتو ليا آية أي صاحبة هي بختي. هنشوف اش مسكينة. واو شوفوا مسكينة فيها يا حبيبتي يا حبيبتي ويلي اختارت ليا لي فوتو لي واعرين بغات لي حتى لا فوتو مع مازن البيبي جديد. قربي الكاميرا باش يبان فوتو واعره بزاف. ايوا ماما الله يكبر بكم شكرا لكم بزاف. قربي قربي باش يبان. عجبني هذا بزاف التيشيرت اللي كنت لبست في الصبوع ديال مازن. وهنايا لا فوتو اللي فاش هذا مازن وهنايا فاش كنت في دبي مع سفيان وفائز. أراني أراني على بالك الكاس فيه حتى أنا يعني الإمكان ديالي حتى أنا نشرب منه. الله يرب الله مالك كملتي هنايا. الله يرب الله ممكن نشرب حتى أنا في الكاس. هذا نخبيته نهاري إن شاء الله باش لا جا سفيان يشرب منه جات فائزة تشرب منه. دابا داري هي دار. لا أه داري هي دارك هي داري وداري هي داري. فهمتي فهمتي باه طلع واحد واحد أنا خسرت واحد واحد عارف. هذا من عند سليمه غادي نقول لكم قبل ما نشوف كادو ديالها واحد الانسانه اولا ما تقولوش ليا لا انسانه بلاش واحد الانسانه كانت تتفرج فينا ولات كتحماق علينا كتحماق علينا جات عندنا حنا عندنا الحمد لله دار الزاويه اللي تيجي تيجي عندنا مرحبا بيه الف مرحبا ومرحبا بيه. السيده جات لعند ساره في الكلينيك جات عندنا تجمعت معانا ولات اي حاجه دخلت راسها بواحد الطريقه ولات محبوبه عندنا كاملين وفريمون عزيزه وغاليه ومن القلب. سليمه اللي ديكاس ليك بزاف شكرا لاي واحد باقي ما تعرفناش عليه كيبغينا. وانا اللي عجبني في سليمه انها اجتماعية كلمه واجتماعيه واذا قلت لها حاجه كديرها مثلا انا عيطت لها قلت لها يلا فالا راه دايره تيم بلدي مسكينه مشات جابت قفطان ديال ماماها ديال الزواج ديالها 50 عام عرفتوا واحد اللبسه بعدا كانت لابسها تبارك الله عليها واخا لبسه قديمه مي تبارك الله جاتها زوينه اللي كتعجبني اجتماعيه ظريفه. شكرا لك لبسه قديمه راه كيموتش باش نقول لكم صدوي صاف صافي عرفوني كنحماق على السيكل صافي عميره واحد البلاصه دريتي دابا صافي كسيتوني دابا شوفوا شحال واحد البلاصه دريتي غنديرها كلها خاصه غير بليطات يلا صافينا نشوف. لا 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 هادو عرفوني بهذا الستيل انا صافي صافي واعر هذا الصاك واعر فيه سميطات لداخل فيه سميطات لداخل العيبات ديالو. سليمة الله يعطيك الخير شكرا لك بزاف مجيئك عندنا صراحه الله يحفظك ليا هادشي خاطر نقول لكم واحد الحاجه هاد المره سكينه دارت شويه بعيد لانيفيرسير ديالها الوغ فريمون كنت نقول بزاف ديال الناس ما غاديش يجيو هما كاينين مشينا المشكل ولكن كل واحد والظروف ديالو واش صادرو فعلا والمشكل لقيت الناس اللي جاوا سكينه بزاف تبارك الله كيبغيوني وكيبغيوها ولو دارت صراحه لانيفيرسير ديالها بعيد يلا دابا بقاو جوج ايوا صراحه ما سخيتش لا انا سخيت سكينه بغيت نمشي نعس بغيت نبقى نحل بالكادو الله يخلي ديما حياتك كادو يا ربي واحد جوج 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 هذا من عند واحد السيد الله يحفظه وين يجي ويطول في عمره والله يعطيه شي بنت الناس يا ربي امين ما يسهل يا ربي ويعطيه عطيه كريمه يا ربي ويعطيه اللي يتمنى في القلب ديالو ما تقوليش لي شي خاطره ويلي ما كانت لي باغا ما تيكوش اشو ولات الله لا تشوفي الموضوع شوف والله العلي العظيم شوفوا انا واحد لا مونطخ ديالي مؤخرا كنديرها طاحت ليا تهرسات ويلا باغا نشري وكتعجبني هذيك لا مونطخ اللي كندير ايوا يلا باغا نشري مونطخ جديده ودابا جاتني وحده من عند عمي الطاهري وخالتي جميله ودابا جاتني من عند هذا الشخص شوف العار عرفتي جبتي لي
بيا ولا نشوف قوم بيا ندير خلي نضحك. واو وحلات شوفي ليه حمد انا عاد انت غتجسر لك انا تعكست لي ما شاء الله واعره الله مانيفيك مانيفيك ديديكاس لاختي هند الظروف ديالها ما جاتش هند وخالتي خالتي لطيفه خالتي لطيفه وشكرا لكم بزاف وصراحه عيطات اعتذرات لي حيت راه عيان شويه حتى هي ظروف لي زامي فريمون زوينا شوف العمر نقول شكرا لهذا السيد اللي جاب لي هذا الكادو ايوا صراحه عجبني حتى انا عجبني بزاف يلا بقى واحد خليتي نديرها نديرها لك خصني نتفنن في هذا الكادو خليني شنو درتي بنيتك انت قاديها لي قاديها يلا كنضحك مصدومه حسيتي الزنينة شويه بحال تسطيتي تفرفرتي جاك لا 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 التشوية غنبيت شوية دوزي الماكينة فهمنا تبقى قاعدة حيت يدي ضعيفة انا الله يخليك على كل واحد ما يخصك تقول هذا الانسان الله يكبر بها يا ربي فاش كنصبر فاش كتحسبي ديما هاد الكادو بعدا ديما مول هاد الكادو هذا من عند سميره اختي تو الله يكبر فيها سميره خالتي من عرفت هاد الكادو انا سميره خالتي سميره عجبني هاد الكادو بزاف بزاف كنا قالت لي ما تحليش انا نوري لك في لا فوتو تمشي زعما توري لي كادو وشوفي هذا واعر عجبني بزاف هذا ديال القديم داكشي هي لا سمعت الطين قديم كادو كلشي تاع كادو جابته قديم واعر هذا كوفر ندير فيه فيزا عرفتي حتى للدرجه تقريبا عجبني فراس سميره سميره الله يعطيك على قد نيتك وشكرا بزاف الله يحفظك لي اوكي الله ديري دابا المحفوظ يا صراحه طلعت علاش طليتي؟ إوا راه كنت كنوض كنكذب عليك بحال في حتى شتي كادويا والله ما شفتو ولكن واخا تراجعت هذاك هو الأول أشنو المهم حطوهم بجوج ولا والو مزيان مزيان شنو قالك؟ يلا سير شنو عندي؟ دابا كادو ديال سارة وكادو ديالك ياه نلعبو أنا ويا زمزم شنو أنت على سارة وأنا على ديالي ياه على دجاجة؟ أنا فشات ها أنا رابحة بواحد أنا فشات واحد واحد أنا فشات جوج واحد أنا فشات أنا فشات أنا فشات أنا فشات جوج 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 واحد جوج ثلاثة يلا حلي سارة كنت غنتقول بغيتي تلعب بالسيني يا لالا سارة ونتقاتل على صحيبتي المهم بغيت نقول لك يا سكينة بلي هاد الكادو اللي غادي نجبد لك طليتي وصافي ولا بليتي نسيت واحد الحاجة ستوب ما نساش جاوني لي زونفلوب وداكشي كاين لي حليتهم كنبغي نشكر بزاف شوفوا كاينين شي ناس اللي كيبغيو شي حيدي كادويهم وبلاتي هاكا وطليتي ما كان داكشي ديالك ديال زعما او لا لا وهي مسوحه كطلي شوفوا المهم جاوني بزاف ديال لي زونفلوب كاينين ناس اللي كيبغيو شي يذكروا سمياتهم كاينين المهم وكاينين اللي حليتهم المهم كنبغي نشكر كاع الناس اللي كبروا بيا وهنا يبقى عندي جوج قولوا ثلاثه ديال لي زونفلوب شتي راه في ديك اللقطه بعد زمان دابا هكا بطاطا كنبغي نشكر خويا بدر الله يكبر بك اخويا شكرا بزاف قال لي الى اختي الثالثه اوه سامرتوش شو الى اختي الثالثه سكينه عيد ميلاد سعيد الله يكبر بك اخويا شكرا عزيزي الغالي اللي كنحماق عليك عزيزي دابا انت الله يحفظك ليا وخويا اشرف وفاطمه الزهراء حتى هما قالوا لي عيد ميلاد سعيد
اختي العزيزه من اشرف فاطمه الزهراء الله يكبر بكم انتما خويا الكبيره ديالي صراحه كنحكم عليكم كاملين. شوفوا بادر بجهه كلشي بادر ومراته الله يعمرها دار اشرف وفاطمه الزهراء الله يعمرها دار ساره مسكينه ما جاتش حيت كانت مريضه شكرا لها بزاف وبغيت نشكر ترابه حتى هي اللي دارت لي هذيك اللعيبه شكرا لها ومهدي وفدوة حتى هي مسكينه عطاتني اون بلوك شكرا لك بزاف. شوفوا بزاف اسمحوا لي اللي ما ذكرتوش لي الفيسبوك والله فريمون اللي ما ذكرناش يسمح لنا وجيهان حتى هي عطاتني مسكينه الله يكبر بها حماده حتى هو بابا شكرا لكم كاملين الله يكبر بكم. دابا انا هادشي شكون درت شكر كتشدني لا ما تبغيش لا والله انا نقول لكم واحد الحاجه عييت نفكر شنو نجيب السكينه وكنشوف كلشي عندها صراحه طبعا. وكيف اذا عافاك هاد البيريود بالضبط مصيره والله حتى مصيره ولكن وتكلفت ابي تسلفتي كاع حلفي كذاك حبايبي الزوينين اي حاجه حتى حاجه ما تغلى على السكينه حيت واحد الانسان اللي في الاول كنا جورات ثاني الحمد لله الوالدين ديالنا تعرفوا ثالث حاجه خدمنا بعضياتنا وقفنا مع بعضياتنا كنت مع بعضياتنا في وقت الهضره كنت كنا زيرو درهم تقاتلنا كافحنا قاسينا طحنا في لامير طلعنا يعني تقاتلنا في الهضره وبزاف صراحه الله عرفتي انا وسكينه نعاودوا لكم على شحال من حاجه وقعت لينا راه نديروا لهم فيديو والله حيت عرفتي نعاودوا لكم لي زامي على شنو قاسينا انا وسكينه راه خصنا ندير لهم فيديو نعاودوا لهم بزاف اكيد راه المود ديال الضحك كاين يامات اللي عرفتي كنا الزيرو ديالها ما عندنا والو علاش لانه كاع الفلوس ديال سكينه وديالي اللي حنا في واحد البروجي اللي كنا شحال حنا كنجمعوا كنخدموا وداكشي والبروجي ما نجحش لينا يعني نصيحه شي واحد ماشي الدومين ديالو شي حاجه ما يتلهش ليها عباد الله قبل ما ندخلوا قبل من السوشيال ميديا يعني كاع داك الفلوس ديالو الفلوس ديالي لي بروجي والله حتى ثلاثه ديال البروجي نقول لكم طحنا في لامير ديال بصح ما زيرو درهم يعني منين شرينا الماتيريال ديال البروجي اللي درنا بزاف الحاجات غادي نديرو لهم فيديو ضروري عاد كنا زيرو درهم من وراها وكيف حنا وقاسينا وعاوتاني قلنا شنو الفلوس حنا كنديروهم ماشي هما كيديرونا تقاتلنا وما استلمناش الحياه وبزاف ديال الحاجات الحمد لله الله يجعل محبتنا لله يا ربي امين. البسيط كيجوني بربعه خطيرين بصح شكون المهم الكادو اللي بغيت نعطي سكينه قبل ما اجي نحلو الصراحه الله عييت نفكر شنو نجيب ليها ما لقيتش لقيت تبارك الله وصل عندي كلشي عندها ووالديا مخصينا حتى شي حاجه الحمد لله الواحد كيدير الجيست وصافي وسكينه غاليه وعزيزه على قلبي اكيد نكبر بها كيف كتكبر بيا دائما صراحه الله صراحه فائده تستاهل اي حاجه كبيره وزوينه في الدنيا والله يسهل عليك يا ربي ويحقق لك داكشي اللي بخاطرك امين الله يكمل عليك يا ربي دابا جوج حاجات هنا جوج حاجات كيتعلقوا بواحد الحاجه ديجا عندك انا حدو جبت لك الكاميرا ديالو المهم نحل نشوف وري لي زعما هو الاولي فوالا كيف شفتو هنايا وهادو هادو طوينكات وهادي سنيسلا ديجا عند سكينه لا لا اش لا لا ماشي مشكل حتى دابا نديهم نرجعهم للمزيان في الوسع واش خديتي هادي ولي شوفي تصنيفه غاليه هادي لا غاليه بزاف سكينه ديجا عندها الخاتم ديالها هذا البراسلي ديالها يعني بقات لها سنيسله وطوينكات تكملهم صراحه حاسه شنو نجيب ليها ولكن انا كنحمق على الكلاش شي حاجه سميتها الكلاش وهاد السنسله كنت باغا ناخذها حيت كتكلاشي كتحمق على الكلاش وهاد السنسله كنت باغا ناخذها ما كنقول بلاتي تنطرخ شويه ولكن راه بزاف عليا اختي تسالي كل خير الله يسهل عليا حتى انت خيرك سابق عليا وهاد الاشياء ديال الكلاش الطوينكات ديال الكلاش كلشي ديال الكلاش كملتي الكلاش ما تبقاش كلاش يعني ايدوش بلاكي وهادشي بلاكي يا رو شي عارفه انا ما عنديش بلا براسي مسكينه والله
انت ديال البلاكليور وشي ديال البلاكليور. والله فايزه مسكينه. يلا الله يكبر بك. امين. ورد شعرك ان شاء الله قريبا غير بعيد. هو علاش قريب؟ زعما عيد ميلادك قريب. لا عيد ميلادي فات وكبرتي بيا حتى انت في عيد ميلادك. شي مناسبه ان شاء الله. ان شاء الله. ضخمه. الله يجيبك الرزق. انا صافي داكشي خاطرك. الله يكبر بك. انا دابا عندي سسبنس الكارت ديالي. هادي غنحماق عليها. مزيان. جابتها لي والله. والله حيد هادي. لا خليها 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 غتاكل معاها ديري ليا هادو توينكات تخيلوا هاد ديال البانو هاد الطوان ما كنحيدهمش كيعجبوني والله واحد ديال رضات الوالدين هذيك راه من شحال من عام من ودينات ماما عطاتش ولا ماما حتى هي مسكينه عاطيهم واه خالتي كتعطي كلشي الصراحه 8 سنين هادو وبزاف كيعجبهم 8 سنين وانا دايرهم في ودني ما كنحيدهمش بلاتي خاطر جبت لك جات واعر نشوف صافي الطوينكات تديرهم شكرا نديرهم دابا واه ما صافي زعما ما نبغيش نحيد لك ديال الخال شكرا والله شكرا خايب كون كانوا عندك ربعه د الودنين حيديهم الله يحفظك صحه والعافيه يا ربي امين روسينا صافي هذا دابا ديالي دابا هادشي ديالي يا لالا كلشي ديالي الله يكبر بك يا فايفا نشوف الكادو ديال سارة هادي مرت الاخ ديالي عزيزي كبير اختيتو الحبيبه اللي عطاتني نصائح اللي وقفات معايا اللي كنسمع لها اللي صار اللي كتعجبني حيت عندها واحد نقول لكم ساره مرت خويا كبير كتعجبني بحاجه واحده الا بغات شي حاجه توصل لها كتوصل لها بالمجهود ديالها كدير مجهود وكتقاتل و كنبغي نشكرها بزاف لا فاطمه الزهراء ولا ساره خوتي وعطاوني الله سبحانه وتعالى صراحه ساره عزيزه هي لواحد الدرجه بزاف بدات علاقتنا بشكل عادي صراحه الله علاقتنا علاقتي بساره وفاطمه الزهراء واحد العلاقه اللي زوينه بزاف نقيه وكنحس بهم كيبغاو لي الخير انا صراحه داك الشيء شوف الحمد لله كنعرفوا الناس محسن منا يا رب يلا واحد جوج ثلاثه ندوروا لينا نشوفوا نشوفوا السنة يشوفوا الناس هما الاولين وداك الشيء اللي ثاني والله ما نشوف بحال في الدوار لا ما خليكمش واو واو شوفوا ساره عارفاني هز عليا هاد الفوطو مع الدوفان واعره 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 ميرسي بوكو ساره الله يكبر بك عشان طاب حمقني بالدبي شوفي دغيا نقولهم دبي لا ما كاين هادي غرداء غرداء هادي طوكيا طوكيا هادي لا بليونج شمال هنا مهمه ديالي هادي سطح هاد النفضه هنا درتي لي واحد المقله وقطعت لي شعرك هنايا في المعارف في هذيك الشوكولا دي باندي تركيا في شارع تقسيم هنايا شفشاون محمديه الجامع ديال مس ايا صوفيا ايا صوفيا انوبيا انوبيا اوشي هنايا في درحال سيدي رحال هنا في لانيفرسير بيبي شاور جبت الجامع تركيا تركيا غادي مطار هنايا شارع تقسيم هنا بوسكورة الدار هنا سيدي بوزيد هنايا كازا هنا فين هنايا محمديه محمديه هذاك المهم
في كازا هنا في المطار ديال المغرب هنا في داري في داري هنايا في اسطنبول لا 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 انا نقول لك فين مشينا مشينا مع داركم سافرنا لا هذا تركيا فاش مشينا داك صاف 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 الله يسعدك هنايا مراكش هنا مراكش وهناك بالضبط قولي فين ما جبدناهاش فين الاصل اصل فاس اصل طيب هنا بسكور الله يعين ونغردها الصراحة فكرة واعرة عجبتني انا مبغيش بحال هاد الكادو ان شاء الله باذن الله في العام الجاي الله يكبر بك الناس كاملين اللي جمع عندي اللي جابوا لي لي كادو الله يكبر بكم كاملين ان شاء الله رجع لكم بصحة الخير كنحماق عليكم والله يكبر بكم ما تنسوش تدخلوا عندنا الانستغرام كما كنحتاجوا معكم اليوميات ديالنا كنحماق عليكم الى اللقاء نتلاقاو فيديو جديد باي باي